المسجد ده عمره كام سنة؟ 940 سنة. هو حضرتك مواليد سنة كام يا حاج عبد؟ 32. يعني عشت مراحل مختلفة من سيوة. عايزك تكلمني عن الطرق الصوفية اللي موجودة في سيوة. في سلوسية وفي العروسية وفي المدنية. وكلهم ليهم احتفالات؟ أي كلهم ليهم احتفالات. أنت كنت بتشارك في حضارات زي؟ أيوة. كنت بتشارك في حضارات إيه؟ كلهم هنشاركهم. كلهم. كله اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا معاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إيه اللي تغير في المجتمع السيوي خلى الناس ما تحتفلش زي زمان؟ دي بقى لما بدوا الناس بيسافروا ويجوا راحوا البلاد التانية غير سيوة شافوا الحاجات كتير بيجي عايزين يعملوها. ده اللي خلي زي إيه يعني؟ يعني راحوا مكان يقولوا لا من الاحتفالات دي مش غير سنة فده أثر خلى الناس لكن في ناس بتتعاكسهم في ناس تتطوعوا. هل كان زمان في ذكر بالأمازيغية؟ لا الذكر كله بعربي. كله بالعربي. القرآن عربي والرسول عربي والذكر كله عربي. وإيه أهم القصائد بيعتمدوا عليها في الذكر؟ كتيرة. زي؟ يا آمنة بشراكي سبحان من عطاك بحملك محمد رب السماء هلاكي سيدة حب النبي زاد قلبي غرام مكة وزمزم وبيت الحرام. لو أنت قاعد مع نفسك كده وهتذكر ربنا سبحانه وتعالى إيه القصيدة اللي تيجي في دماغك وتدندنها مع نفسك؟ والله كتير. زي؟ وسمعني حاجة بصوتك الجميل اللي بيقول أذان. الله 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 ربي الله الله واحد لا تاني أليف بدينا على النبي صلينا شفيع فينا لهادي العدناني والباب بيت الله قبر رسول الله نبغي نوصل نشوفها بعياني. هذا قصيدة كبيرة عليه الصلاة والسلام. إذا حنقوله دي بدعة؟ لا طبعا ده مديح في الحبيب. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ربنا يدخلنا في شفاعته ويسقينا من حوضه. آمين يا رب العالمين. صلاة على Yeah.